قلبك أنقى بالقرآن، عاطفة ترقى بالقرآن. سعد الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان، وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان، وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والرضوان. فلنفتتح المسابقة بالتلميذ محمد أكتاو الذي سيقرأ علينا آيات من سورة الملك، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم، لم تحقق القطرة في حرف الباء الساكن، ليبلوكم أيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآن نبقى مع المتسابقة الثامنة نجلاء أشقر، ستقرأ لنا أربع آيات من سورة الملك، فلتتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى. حسبك.
سعدك أبقى والقرآن زاد الأتقى في القرآن قلبك أنقى.